يغادر رقعة الملعب الآن. كرة ملعوبة على مستوى خط الوسط، محاولة هجومية، إمكانية الاستفادة من هذه الكرة من جانب دفاعي، يمشي كورتو مميزة، كرة مميزة، جول. 1-0 تغير الكثير، 1-0 تفعل ما هو مثير، 1-0 تجعل أولمبيك في صاحب التقدم في مباراة اليوم بطريقة وبكيفية غريبة، ولكن كانت فيها نوعا ما العقلانية في تدبير الحملة الهجومية، استغلال مباشر وجيد، الدفاع بخرج القدم، إنزال من سفيان الباشا وإتمام العملية كان بالمقاس ينس من خلال كرة أمامية مركزة ووضعها في الشباك بشكل مميز إبراهيم البحراوي يضع الكرة في الشباك معلنا عن أول الأهداف. إبراهيم البحراوي يضع الكرة في الشباك معلنا عن الهدف الأول لفريق المسفيوي في مباراة اليوم. على الصورة إبراهيم، على الصورة النجم المسفيوي، على الصورة ابن حاضرة المحيط اليوم بقميص المسفيويين، يسجل أول الأهداف في مباراة يوم.